عسلامة البنات، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم في خير وصحة وعافية. قبل ما نبدأ الفيديو نحب نقول لكم يعطيكم الف صحة وشكرا على كل التعليق اللي جاتني في الفيديو اللي فات واللي استلطفت لي واللي جاوني زادة على الماسنجر واللي جاوني على الانستغرام زادة. كيف كيف نقول لكم يعطيكم الصحة، يسأل عليكم الخير. انا الحمد لله الحمد لله، يعني بك المشروب اللي عملته راني ما شربتش دواء، الحمد لله لاباس، خير برشا من بل بون. توا ما زالت ممكن تظهر عليا شويه مخلفات المرض، لكن لاباس الحمد لله. بما انه كنت مريضه، سمعت بيا صاحبتي الجزائريه حبت تجيب حذايا ونعرفها تحب اليويو التونسي، فهذاك علاش اخترت باش نضيفها اليوم يويو تونسي، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم الفيديو والطريقه نتاعو. طريقه ياسر مزيانه وهشوشه وبنينه، وان شاء الله يا ربي نشوفوها مع بعضنا في الفيديو وتجربوها بالطبيعه وتعجبكم. نمشي توا نشوفوا المقادير. بالنسبه لليويو نتاعنا، اول حاجه نحضروها لازم نحضروا العسل نتاع اليويو او الشحور او القطر، باش بقيه المتابعين نتاعنا يفهموا واش معناتها الشحور. الشحور راهو العسل اللي نعسلوا بيه الحلويات به. الوصفه هذه شاركتها معكم بامل دفوا في القناه، لكن باش نعاود نقول على خاطر سهله برشا. دونك خذيت زوز كيسان، يعني كوبين من السكر الكريستال، السكر ماهوش محور لا حتى شيء، سكر عادي، عليهم كيس ماء، عصرة صغرونة ليمون. باهي انا باش نجيب طنجرة باش نحط زوز الكيسان متاعي في الطنجرة هذيك، وباش نزيد عليهم هيك الكيس متاع الماء ونقعد نحرك مليح. لاستيس هوني باش يجينا شحور يعني كامل، ويعني ما هوش يابس من بعد، ما يبسناش بعد ما نشحرو اليويو، ما يقعدش يابس ويولي يتكسر معنا، يولي كيف الحجر. فهذه لاستيس الاولى اللي ننصحكم بها، انه لازم السكر تذوبوه مع الماء قبل ما تحطوه على الغاز، يعني على الغاز يطيب. تأكدوا من السكر متاعكم ذيب، تحطوه على نار هادية حتى يبدأ يغلي في عقل عقله، يعني اعطيوه حطوه على نار هادية، يعني كل مرة اعملوا تحريكة هكا بسيطة لين تحسوه كما توا بدأ يعقد معانا وكالسكر ذيب مش على روحه واللي لي سيرو. طيب انا شنعمل، نجيب كعبة الليمون نعمل عليها عصرة ومن بعد نرميها بكلها كيما تعمل جدتي، خاطر الوصفة بتاع اليويو بالنسبة لليوم على طريقة أمي وجدتي بالطبيعة. دونك نخليه كعبة الليمون هذه كمثال اش تعطي نكهة بنينة برشا، والليمون هنا في الاخر راهو روعة بالحق. باهي انا توا تأكدت انه الشحور متاعي طاب، نمشي نشوفوا مقادير اليويو. بالنسبة لعجينة اليويو مقادير متاع 3 بيضات، ثلاثة بيضات هذوكم باش ناخذوا عليهم نص كيس من الزيت النباتي، مش زيت زيتونة بالطبيعة، يكون نص كيس زيت نباتي. الكيس هذاك يرفع 160 مليلتر، وعندنا هوني الربع متاع كيس أحليب، الحليب هوني دافي. بما أنه عندي 3 بيضات باش ناخذ عليهم 3 مغارف إكبار سكر، عندي رشة صغيرة هوني قشور الليم مرحي، عندي هوني رشة ملح صغرونة، وهذايا المكون باش نقولكم عليهم بعد هو اللي باش يعطيني الهشاشة متاع اليويو. بالطبيعة ما ننساوش ساشي فانيليا وساشي خميرة، وعندنا هوني ما يقارب 400 إلى 500 جرام يعني فرينة أو طحين أبيض. دونك أول حاجة باش نعملها باش نجيب بول وباش نحط معها السكر الفانيليا والسكر هذوكم 3 مغارف اللي قلت لكم عليهم، يعني على كعبة البيض مغرفة سكر ورشة الملح، ونرطو مليح مليح حتى لوين يعني يبيض معنا الخليط. وقتها نزيدو الحليب ونزيدو الزيت النباتي وهيك رشة الليمون. هوني عملت بخفاقة يعني يدوية عادية كما نعمل قبل، ما كانتش عندنا كالركاضة الكهربائية، عطيتها لكم تقليدية على الاخر يعني والاصلية بالطبيعة. دونك بعد كيف نخلطوا المكونات الكل باش نبداو نزيدوا الفارينة بشوية بشوية حتى لوين تبدا تعقد معايا شوية. بالنسبة للخميرة باش ناخذ كونشي يعني فقط ملعقتين صغار من خميرة الحلويات، وهيك الملعقة اللي كانت هذيك هي بيكينج صودا، زيدا مغرفة صغيرة بيكينج صودا أو بيكربونات الصوديوم،
دونك دخلتهم مع بعضهم ونكملوا هيك الفرينه. من بعد نحيو الفويق ونبداو بدينا نعجنوها يدو بشوية تتلملم. بل ما ننسى البنات انا هون عملت قشور الليم المرحي، اذا كان مش متوفر عندكم راهو تقدروا تستكفيه بثلاثة مغارف من الماء العطرشية او ماء الزهر، زادة يعطي بنا به. انا توا بعد كملت عجنت، بون ما يحبش برشا عجنين هو، راهو عجينة اليو يدوب هكا تلموها شوية، نغطيوها بالبابي فيلم ونخليوها ترتاح نص ساعة. بعد هيك النص ساعة باش نحطها على جنب، وبالطبيعة باش نبداو نخدموا على البلان دو ترافاي. هوني الرخامه بطبيعه تكون نظيفه، ندهنوها بشويه زيت على خاطر باش نحلوا حبات اليويو نتاعنا من غير لا فرينه لا حتى شيء، وهذا السر الاول باش ينقص من كميه الفرينه او الكشكوشه اللي باش تجينا من بعد كيف نقليوها. لذا انا يعني يا حبذا لو كان تدهنوا الرخامه نتاعكم بالزيت باهي. اذا باش نعطيكم الشكل الاول اللي تعملوا امي بالطبيعه، باش ناخذوا كويرات صغار يعني كعبرات صغار نكوروهم بكفوف ايدينا، وباش نجيبو يعني بصبعنا هكا ننقبوها من الوسط ونشكلوها لين تولي معنا كعبة يويو. هذا هي الشكل الاول. والا الشكل الثاني اللي هو باش نجيبو كميه من يعني العجينه وباش نحطوها على الرخامه، وباش نبداو نضرب يعني نحلوها بالقلقال او بالنشابه، باش يفهموني ديما نحاول نقول السينونيم نتاع او الكلمه المرادفه باش تفهم الناس الكل. نجيب شويه عجينه ونطلقها بال يعني بالقلقال، وباش نجيب هوني كيس، وعندي هوني القمع نتاع كالكيس الحلواني هذاك اللي باش نعملو به الثقب الوسطاني. به انا توا باش نحل العجينه نتاعي الكل ونخليوها يعني سمك نص سنتيمتر، يعني ما نخليوهاش رهيفه برشا، نخليوها خشينه شويه باش من بعد تنفخلي في القليان. باش نبداو نطبعوا بالكيس ويعني ونقبوها من الوسط بك القمع نتاع الكيس الحلواني، وهكيكا نتحصلوا على كعبات يويو باش يكون حجمهم حجم واحد يعني قياس واحد. بعد ما عرفنا انه الكميه نتاع العجين نتاعنا كملناها، نمشي ونسخنوا طاوه نتاع زيت او قلايه فيها للنص زيت، يعني يكون هكا غرق شويه كما قاعدين تشوفوا، وهو يبدا يخرج فيك الفقاعات هذيك. بطبيعه النار تكون متوسطه مش عاليه ومش واطيه، باش نعرفوا انه الزيت نتاعنا سخن. باش نعطيكم اسيوس، يا اما تحطوا مغرفه لوح في وسط الزيت هذيك وتلاحظوا فقاعات من الجناب كما قاعدين تشوفوا توا في التصويره، هذيك يعني راهو الزيت نتاعنا وصل للقوام اللي حاشتنا به باش نقدروا نرميو فيه حبه اليويو. والا ناخذ شويه من العجينه ونرميوها ونشوفوا اذا يعني بدات تغلي معانا وطلعت الفوق يعني طافت في الزيت، وقتها يكون الزيت نتاعنا سخن وصل لدرجه حراره باهيه. ونمشي ونبداو نقليو الكعبات اليويو نتاعنا، بطبيعه نقصوا توا في الغاز باش الكعبات اليويو نتاعنا يطيبوا في عقلهم، نقفوا عليهم وكل مره هكا نقلبوهم شويه لين ياخذوا هكا اللون المزيان اللون الدوري. وكما قاعدين تشوفوا هكا يعني الرخامه مدهونه بالزيت، والزيت هوني على نار هادية بحول الله ما تطلع لناش الكشكوشة إلا بعد في القلية الثالثة والرابعة تطلع لنا شوية. أنا هوني كملت الكعبات اليويو متاعنا، يستقطروا حتى لوين ينشفوا من الزيت متاعهم. هوني الكمية اللي أنا عملتها البنات عملت لي 40 كعبة يويو بالكمال، يعني 40 كعبة 3 عظمات 3 بيضات، عملوا لي 40 كعبة يويو. توا باش نمشي نشحرهم في العسل ونمشي ونجيبوا الفيكيا اللي باش نغلفوا فيهم. انا اليوم جبت جوز الهند وجبت لوز وبوفريوا مرحيين مخلطين في بعضهم، يعني فيكيا مرحيه، وعندي فستق مرحي. باش نمشي بعد ما نعسلهم بالطبيعه باش نمشي نغلفهم في الفيكيا نتاعهم، وهكاكا كعبات اليوم تاعنا يكونوا حاضرين. البنات باش نقولكم على حاجه، باش اليوم تاعكم يقعد ديما طري وفرشك وما يبسش، ماذا بيكم شحروا او عسلوا الكميه اللي باش تاكلوها بالوقت، والكميه الاخرى خبيوها لوقت اخر، يعني مثلا تشتهوا عاودوا سخنوا الشحور نتاعكم ولا العسل وعاودوا غطسوهم، هكاكا يقعد ديما فرشك وتاكلوه كانه معمول توا.
كيف نجي باش نبدا نشحر البنات ما ننسوش باش يكون الشحور نتاعنا او العسل نتاعنا يكون سخون وكعبات اليويو نتاعنا يكونوا باردين باش هكاك يعني يشرب اكثر ويتشرب هيك العسل ويجي هكا من داخل معسل شويه ويعطيه هيك العسل هذيك تروى اخرى وبن اخرى على خاطر كيما شفتوا ثلاثه ملاعق سكر شويه بالكل دونك هذيك علاش نحاولوا نخليوهم اكثر وقت ممكن في الشحور يتشربوا شويه باش ياخذوا هيك البنه نتاع العسل نتاعنا. وما تنساوش كيما قلت لكم راهو اليويو لازم يكون بارد والعسل لازم يكون سخون، يعني والا العكس اليويو سخون والشحور نتاعنا بارد. كيف كيف باش نمشي نكمل نعسلهم ونخليهم يستقطروا زيادة مرة أخرى باش يتنحى منهم العسل الزايد الكل، ومن بعد نمشي نكمل نغلفهم. هوني كما شفتوا يعني استقطروا مليح من العسل نتاعهم، توا باش نمشيو نزينوهم ونحطوهم في طبق التقديم. فوالا هذا اليويو نتاعنا في صحن التقديم البنات. انا هوني عملته بالفيكيا، انتم تقدروا تخليوه هكيكا وحده من غير حتى شيء، والا ترشوا عليه سمسم او جلجلان او اي نوع فيكيا اخر عندكم. فوالا انا توا كملت زينت، جيت صاحبتي وذاقته ما تتخيلوش قديش عجبها وقديش فرحت على الاخر كيف عملت لها الشهوه نتاعي، لانه هي كانت مش شريته وتقول لي اليويو التونسي ما ناكله كان في تونس ما ناكلوش في اي بلاصه اخرى، وهو حلوه يعني تقليديه تونسيه قديمه، فلقيتها يعني تحبه فخذيت بخاطرها وعملت اليويو التونسي على الطريقه الاصليه او العاديه البسيطه البنينه نتاع جدادنا. فوالا ما تتخيلوش قديش عجبها وقديش جاي هشوش على الاخر. فبالله البنات وما تنساوش باش تجربوه، واكيد راهو باش يعجبكم. وكما قلت لكم يعني بالنسبه للعسل شحروا فقط الكميه اللي باش تاكلوها باش الاخرى تقعد ديما فرشكه وتزينوها تقولش عليها يعني مصنوع جديد. دونك فوالا هذه هي القاعده. عملت لها زاده سيتروناد او ليموناضه. البنات ليموناضه تو نصورها في فيديو اخر ان شاء الله، تنقول لكم كيفاش راهو ساهل برشا ما فيه حتى شيء، جوست طريقه بنينه وسهله على الاخر، تو نشوفوها ان شاء الله في فيديو قادم. فوالا هذه هي القاعده نتاعنا، جات وعملنا برشا جو عجبها اليويو، ان شاء الله زاده انتم يكون اعجبكم. انا توا نوصل بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. نتلقاو ان شاء الله في اقرب وقت ممكن في فيديو جديد، وفي اقرب وقت ممكن بسلامه وفي لمان.